الأخير سألان ضابط لباس المرأة أمام زوجها وأمام محارمها أيضا وأمام النساء، لأن هذه المسألة من الأهمية بمكان، لأن اللباس إذا كان فيه تشبه فهذا ممنوع مطلقا عند الزوج وعند غير الزوج، لا فرق، لأن بعض الناس يقول هذا عند الزوج، وهذا التشبه محرم لذاته ليس محرما لغيره، حتى تقول إذا كان عند فلان حلال أو عند الآخر حرام، هذا لا أصل له. فإذا ثبت أن لباس المرأة تشبه بالكفار فإنه يمنع منه مطلقا، سواء كان عند الزوج أو عند غير الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص إن هذه ثياب كفار فلا تلبسها، رواه مسلم في صحيحه. وفي حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام رحمه تعالى في الاقتضاء إسناده جيد وظاهر يقتضي كفر المتشبه به وأقل أحواله التحريم، وأقل أحواله التحريم. إذن التشبه منهي عنه مطلقا سواء كان عند الزوج أو عند المحارم أو كانت المرأة خالية وحدها، فلا يجوز للمرأة أن تلبس ملابس الكفار، ولا يجوز للولي أن يلبس أولاده صغارا أو كبارا ذكورا أو إناثا شيئا من ملابس الكفار، فإذا فعل ذلك كان آثما، لأن الصغار يجنبون ما يجنب عنه الكبار، والولي هو المسؤول عنهم لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد جاء في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم ليريقه بغير حق. فقول صلى الله عليه وسلم مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية هذا في التشبه من الذين يبيعون ملابس الكفار، ومن الذين يستجلبون سنن أهل الجاهلية إلى ديار أهل الإسلام، وهذا قد ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية، فهذا أبغض الرجال إلى الله جل وعلا، فهذا أبغض الرجال إلى الله جل وعلا. أما بالنسبة للباس المرأة عند المحارم ولباس المرأة عند النساء، فالأصل أن المرأة عورة، هذا الأصل، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، روى الترمذي من حديث ابن مسعود وصححه. وعلى هذا يجب على المرأة أن تستر عند محارمها وعند النساء كل شيء إلا ما استثني وجارت العادة به كالرأس والعنق والكفين وأطراف القدمين. أما كون المرأة لن تبرز وتظهر عضديها ونص ساقيها أو تبرز نصف صدرها وبعض الثديين فهذا لا أصل له. والفتوى الموجودة الآن العصرية بأن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة لا أصل له، ولا يستطيع من قال ذلك أن يرد هذا القول عن واحد من الصحابة، ونحن من الآن نحاكم كل من قال هذا القول بأن يرد في هذه المسألة قولا عن الصحابة لا أصل له، هذا قول فقهي، هذا قول بعض الفقهاء، نحن نقول بعض الفقهاء، لكن ليس قولا للنبي وليس قولا لأحد من الصحابة، وأيضا ليس قولا لأحد من التابعين، وأيضا في اللباس ليس قول أحد من أئمة المسلمين إلى هذا العصر، إنما من أقوال الشاذة العصرية من أقوال المنهزمين في هذا العصر. أما بالنسبة ليكون المرأة تغير عند المرأة إذا تغير لباسها فنعم، قال بعض الفقهاء إن العورة من السرة إلى الركبة، أما كون المرأة تلبس لباسا من السرة إلى الركبة فهذا ما قاله أحد من العلماء، وهذا من التشبه بالكفار، وهذا من تبرج أهل الجاهلية، ولا أصل لهذا القول الذي ورد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، هذا في مسلم، لكن أين في النص أن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة؟ أين في النص؟ قول من قال بأن عورة المرأة عند المرأة من السرة ركبة كعورة الرجل من السرة ركبة، نقول لا، طيب رأيت قول ابن حزم أن عورة الرجل عند الرجل السوأتان فقط، طيب ماذا تقول في المرأة؟ إذا عورة السوأتان فقط من أين تأتي هذا القول أن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى ركبة؟ هذا قول بعض الفقهاء اجتهد فيه، ويقصد حين تغيير الملابس ما يقصد حين اللباس، لا أعلم أحدا والله لا أعلم قولا في المسألة ذكرته، مع أنه ما فاتني شيء في المسألة ما قول لما الأربعة والفقهاء، بل أذكر مذاهبهم حتى تتضح الصورة. مثلا الإمام أحمد رحمه الله سئل عن زوجة الأب
عند أولاد زوجها وتكشف ثدييها. قال لا هذا عظيم. فأنكره. قال ما علم ما 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 فصرت لباسا بهذا الشكل. اللهم أظهر الثدي لترضع ابنا عند أبناء زوجها. فأنكره الإمام أحمد. فأنكره الإمام أحمد. وقيل للشعبي وغيره أيضا المرأة تكشف ساقيها عند محارمها. قال لا. قال لا. المرأة تكشف مع أن كشف الساقين لم يكن كلباس. لأن هذا اللباس ما كان معروفا عنه أصلا. إنما كرفع. كرفع. ومع ذا قال لا. قال لا. والحسن البصري رحمه الله تعالى أنكر أن تكشف المرأة صدرها أو ذراعيها أو ساقيها عند النساء وعند المحارم. هكذا كان تعامل السلف مع مثل هذه المسائل هذه القضايا. أما المرأة إذا فصلت الثوب إلى الكفين والثوب بالطول وستر القدمين ثم أرادت طحنا أو عجينا وثم رفعت الثوب عند النساء فهذا لا أحد يمنع منهم. هذا لا أحد يمنع منهم حتى لو قلت هكذا عند النساء. أما كون الثوب مفصل هكذا هذا لا دليل على جوازه. هذا لا فرق بين الصورتين. خاصة إذا كانت المرأة تعيش عند إخوة الزوجة في المنزل لا بد في يوم يرون ذراعيها ويرون صدرها بهذه الصورة. ثم الفتنة هذه يجلب الفتنة كون المرأة لا تظهر بعض ثدييها ولا تستر صدرها أو تلبس ملابس ضيقة تصف حجم العظام. هذا ولو كانت عند إخوانها سيأتي يوم من الأيام تفتنهم. والدليل على هذا بحكم مباشرة فتاوى الناس يوجد من يقول ويستفتي وسبق طرح السؤال في هذا المجلس أن بعضهم يقول إذا كان عند أهلي عزيمة فأنا لا أدخل المنزل لأن أعلم أن أهلي يتجملون ويلبسون الملابس الضيقة العارفة فأنا أخشى يقول على نفسي من الفتنة من خواتي. وإذا دواعي الشهوة موجودة بهذا اللباس. في صحيح مسلم حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد رجال معهم سيار كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فقول صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات هذا الحديث عام لا يصح تقييده بأن هذا للمرأة أمام الأجانب وهذا ضعيف القول هذا ولا دليل عليه. ولو كان هذا أمام الأجانب ما معنى قوله على رؤوس مثل أسنمة البخت؟ هل هذا أمام الأجانب؟ هذا قطعا المقصود به أمام النساء وأمام المحارم. فعلم أن ما قبله أيضا أمام المحارم. وهذا حديث كاسيات عاريات فسر بعدة تفسيرات. التفسير الأول أن المرأة تلبس الملابس الشفافة. إذا كانت المرأة من هي أن تلبس الملابس الشفافة عند محارم وعند النساء فما باب أولى أن تلبس ثوبا عريا من الأكمام ولا يستر الساقين لأن هذا النص يشمله. هذا التفسير. التفسير الثاني كاسيات عاريات أي كاسيات في الظاهر عاريات للبس الملابس الضيقة التي تصف تقاطيع العضدين تصف تقاطيع البطن تصف تقاطيع الثديين تصف تقاطيع العجيزة. هذا منهي عنه لأن هذا يجلب الفتنة. وذلك حين ترى المرأة كانت في الشارع أو تجري في الشارع والمرأة والتصقت العباء بها تصف تقاطيع جميع جسمها لأن اللباس ما كان فضفاضا كان ضيقا عاريا والقول الثالث أنك كاسيات في الظاهر عاريات من شكرها. والحديث يشمل كل هذه الأقسام. فهذا دليل على أن المرأة يجب عليها أن تستر بدنها عند النساء وعن المحارم حتى لا تفتن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة وهذا عام ومن خصص فعليه الدليل. والأصل في كلام نفس العموم ولا يقيد هذا دون هذا إلا بنص. وأما ما تقدم الرأس والعنق وطرف الكفين هذا واضح النص. هذا عمل المسلمين قديما ولا يمكن أصلا المرأة أن تغطي يديه هذا لا يتأتى أصلا الكفين نقصد. فبالتالي يبقى هذا النص عام وأنه عام في عند النساء
وعند المحارم.